السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من ملعب الحسن الثاني بفاس، الذي يحتضن لقاء قوي عند الجولة 23 من الدوري الاحترافي إنوين. مباراة غتجمع بعد قليل بين فريقي المغرب الفاسي وفريق اتحاد طنجة، مباراة متباينة بين فريق باحث عن مراتب متقدمة وفريق يوجد في أسفل الترتيب ويسعى للحفاظ على أمل البقاء، ونحن في المنعرج الأخير من الدوري الاحترافي. المغرب الفاسي صاحب الرتبة العاشرة 26 نقطة، مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية نقاط الثلاثة وسيبحث عن الفوز خلال هذا المباراة. تعطى انطلاقة ديال 9 تعادلات في الوقت المولي بالتمديد الجزائي، ما دي فرصة، ولكن الكرة أقرب لحارس محمد وليد بن شريف اللاعب الجزائري. حمد الشنتوف المصاب، هذه فرصة 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 فرصة، والحكم كيعلن عن ضربة جزاء. الحكم يعلن عن ضربة جزاء في بداية المباراة لفائدة فريق اتحاد طنجة. كان هناك خطأ على مستوى إبعاد الكرة، الحكم كيشار الورقة والبطاقة للحارس صلاح الدين شهاب اتحاد طنجة. اتحاد طنجة تم تأكيدها. اسماعيل خافي خافي خافي، الهدف في مناسبتين. اسماعيل خافي يتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق اتحاد طنجه. اسماعيل خافي كان تدخل ممتاز للحارس صلاح الدين شهاب. الكره كترجع مره اخرى لاسماعيل خافي، لاحظوا رده فعل ديال صلاح الدين شهاب، لانه التصدي كان ممتاز، ولكن اسماعيل خافي تمكن من وضع الكره في الشباك. 1-0 لفائده فريق اتحاد طنجه. المغرب الفاسي هيثم عينا رفع الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه تسديده عرضيه وتدخل حارس غيام رباح. غيام رباح في المكان المناسب هي لفائده فريق المغرب الفاسي، هذه فرصه محسن بوريكا يسدد، ولكن كره مرت جانبا. عماد الرياحي امكانيه التمرير، فرصه لفائده فريق المغرب الفاسي، تمريره وتدخل حارس غيام رباح. فرصه لفائده فريق المغرب الفاسي، تابعنا التمريره ممتازه من عماد الرياحي لهيثم عينا. شباب محمديه لينهزم امام شباب سوالم، محاوله ترفعت كره ولكن كره بعيده. اليمنى امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء وتدخل الدفاع يبعد الكره من طرف الهدي، فرصه وكانت الكره انها تغلط الحارس غايه مرباح. تسديده قويه وتدخل غايه مرباح، امكانيه التمرير، تسديده، تدخل الدفاع ديما، فرصه لفائده فريق المغرب الفاسي، تسديده ولكن مشات بعيد. تسديده اخرى لفائده فريق المغرب الفاسي، ولكن الكره مشات بعيده بواسطه اللاعب عرش. اخر وكان 2015-2016 اللي كان امام فريق اولمبيك اسفي في المباراه اللي كان دارت فرضيه لعبه كره عرضيه. هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، فرصه والحكم يعلن عن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق المغرب الفاسي، ضربه جزاء لفائده فريق المغرب الفاسي. اذا هناك شد، هل كان هناك دفع، هل كان هناك عرقله، هذو الامور الان اللي غادي يحاول يتابعها حكم هذا المواجهه. نتابع حكم اللقاء. اذا ما كاينش هناك ضربه جزاء، سواء على المستوى الجهه اليمنى او المستوى الجهه اليسرى. العرضيه فرصه وتدخل الدفاع، محاوله اخرى لفائده فريق المغرب الفاسي، تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره. نتابع هذه المحاوله، تسديده فرصه مرت جانبا، محاوله ممتازه لفائده فريق المغرب الفاسي، تسديده الكره مرت جانبا من القائم الايمن. ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، محسن بوريغا، دي فرصه، تسديده ومشات فوق المرمى، تسديده قويه، الكره مشات فوق المرمى. كانت محاوله لفائده فريق المغرب الفاسي. هناك ورقه وهناك انذار، انذار للاعب الان الحائط. اعتقد ان الكره غتمشي مباشره داخل منطقه الجزاء الراسيه، فرصه، الكره مشات خارج ارضيه الملعب، والحكم المساعد كيخرج الزاويه. بالفعل زاويه لفائده فريق المغرب الفاسي. دفاع الحسني الجديد هذا الموسم، كذلك فريق اتحاد طنجه يعاني على مستوى اسفل الترتيب في الوقت. الحكم الان كان الخطا لفائده فريق المغرب الفاسي على مشارف. وراء الكره زكريا ناسيك، سنتابع تعرفها. ممتازه وتدخل الحارس غير بعد، دائما الخطوره متواصله وتدخل الدفاع، فرصه لفائده فريق المغرب الفاسي، تدخل الحارس غيام رباح كانت ممتازه، تسديده قويه فريق المغرب الفاسي. سنتابع من جديد هذه المحاوله، ترفعت الكره وسط اللقاء عماد الرياحي، عماد الرياحي تمريره، هذه فرصه فرصه فرصه، تدخل وابعاد الكره. كانت عماد الرياحي، الرياحي امكانيه العرضيه، فرصه 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 الراسيه،
هدف تعادل، هدف تعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. ممتازة من الجهة اليمنى عماد الرياحي، تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية والكرة تعانق شباك الحارس غياب رباح. قلت بان اللاعبين ديال الفريق المغرب الفاسي بحثوا على تسجيل هدف التعادل في هذه الدقائق الاخيره من الجوله الاولى. سنتابع مره اخرى، لاحظوا التمريره من الجهه اليمنى، عماد الرياحي رفعت الكره بالراس والكره تعانق فريق اتحاد طنجه. اسماعيل خفي انطلاقه في الجهه اليسرى، الكره اقرب للحارس صلاح. ممتاز اللاعب معالي لاسماعيل خفي، اسماعيل خفي بحث عن القائمه الثانيه ولكن الكره بعيده، كرة بعيدة خارج أرضية الملعب. كانت فرصة تمريرة، فرصة لفيد الفريق المغرب الفاسي. الحكم كيعلن الخطأ، الحكم يعلن الخطأ في مكان مرة أخرى قريبة من مستطيل العمليات. خطأ لفيدة فريق المغرب الفاسي، ميتا لفريق المغرب الفاسي. حمزة الجناتي كيلعب كرة، فرصة والهدف، هدف ثاني لفيدة فريق المغرب الفاسي من كرة ثابتة. لاعب جناتي، حمزه الجناتي كيوضع الكره بطريقه ممتازه. هدف ثاني لفائده فريق المغرب الفاسي، فرحه كبيره بالنسبه للجمهور الحاضر. المغرب الفاسي يعود في المباراه ويتمكن الان انه ياخذ السبق في هذه الجوله الاولى. كره ثابته، وقلت بان الكرات الثابته بامكانها تكون حل من الحلول. وحمزه الجناتي صراحه اسرع لحمزه الوسطي، حمزه الوسطي العرضيه، فرصه الكره مشات فوق المرمى، فرصه لفائده اتحاد طنجه. محمد سعود ننتظر صافرة، محمد سعود يسدد، كرة مشات بعيدة، دخول وإبعاد الكرة دائما لفائدة فريق المغرب الفاسي. تسديدة الكرة مرت جانبا، تسديدة الكرة مرت جانبا، فرصة لفائدة فريق اليمنى. رفعت الكرة من أليكسي سانشيز داخل منطقة الجزاء، وتسديدة الكرة مرت جانبا، تسديدة الكرة مرت جانبا في الوقت اللي كانت المطالبة بخطأ وبضربة جزاء. إسماعيل خافي داخل منطقة الجزاء، الحكم سيتابع الصورة، سيتابع اللقطة. إسماعيل خافي كان سقوط ديالو داخل منطقة الجزاء، تدخل إذا الحكم يعلن خافي. إسماعيل خافي، أو تألق صلاح الدين شهاب، تألق ديال صلاح الدين شهاب اللي تمكن من التصدي لضربة جزاء طريقة ممتازة. يعني كياني هذه فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة داخل منطقة الجزاء، تسديدة ولكن مشات فوق المرمى، تسديدة مشات فوق المرمى، فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة. من جناتي هذه فرصة، فرصة زكريا ناصي رفع كرة داخل منطقة الجزاء، إمكانية التسديد، فرصة مشات فوق المرمى. هيثم عينا يسدد، الكرة مشات فوق مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. يعني أحد اللاعبين يطلب الكرة ترجع ترفعت داخل منطقة الجزاء، فرصة فوزي عبد المطلب كيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء البحتة.